طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. هذا المصنع ديال اللي هو متخصص في صناعة الملابس الداخلية، البيجاما باللغة ديالنا، البيجاما الحريق مهول ومهول، كتعرفوا كتشوفوا الحجم ديال الحريق والقوة ديالو. دابا دابا أزيد من 3 ساعات وجهود جبارة وما قدروش يغلبوا على 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 الحريق. قدر الله ما شاء فعل، قضى الله قدره، الحمد لله ولحسن الحظ ان ما كاينش شي خسائر في الارواح ولا 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 حديث بشري الحمد لله، ولكن كانت الخسائر ماديه كبيره وكبيره جدا. نسال الله السلامه، وحنا كنتاسفوا وكان ومعنا ما نعملوا غير اننا ندعوا الله توقف هذا الحريق في اقرب في اقرب في اقرب في اقرب الاجل. قل لا سوى الا ما كتب الله لنا فيه، وكنشكروا الشكر الجزيل للوقايه المدنيه اللي صراحه الله قيمه واحد الوجود كبير جدا. كنشكر كذلك السلطات بجميع التلوينات ديالها اللي هي حاضره واقفه منذ الساعات الاولى للحريق، ونسأل الله السلامة والعافية، والله يخلف على السيد مول المصنع اللي حنا كنضمنوا معاه وكنتأجروا معاه في هاد الحزة وفي هاد الكارثة. فعلا مازال الخطورة على حسب الشهادات ديال العمال اللي خدامين داخل، كيقول لك بلي ان كاين المواد جد قابلة للاشتعال في الطبق الأول وفي الطبق السفلي. كنتمنى الله ان شاء الله يا ربي، حنا كنبارطاجيو مع اللي كنسمعوا مع عند الخدامين، وكنوضغوا وكنبلغوا الشيء اللي كنسمعوا، كنبلغوا الوقايه المدنيه اللي كيدخلوا. ومن هذه الناحيه من داخل المنبر ديالكم كنوجه التحايا لهاد الناس اللي دابا تقريبا 4 ساعات هما كيعملوا بكد وجد. والحضور ديالنا كممثلين ديال القطاع ديال النسيج في منطقه ديال الشمال، ثم كتشوفوا بان الخسائر كبيره الصراحه. هذه الوحده الانتاجيه اللي هنايا وهي اللي كتعتبر من واحد من الوحدات الكبيره اللي كتشتغل في السوق المحلي وكتستهدف السوق الافريقيه بالخصوص. بالنسبه للخسائر فهي خسائر كبيره بالطبع بصراحه، ونتمنى ان شاء الله بان اصحاب الوقايه المدنيه والسلطه المحليه انهم يسيطروا على الوضع في اقرب وقت ممكن ان شاء الله، باش نتفاداو مزيد من الخسائر. بحال الا كتشوفوا فهي خسائر زعما راه خسائر كبيره بزاف، وغتمس القطاع ديال النسيج خصوصا في المنطقه ديال طنجه. وفي هذا الوقت اللي كيعرف القطاع خصوصا هذا الوقت ديال شهر نوفمبر وديسمبر، فهو كيعرف واحد الركود تام في المنطقه كتضاف لهذه الفاجعه. نتمنى ان شاء الله قطاع النسيج يتغلب عليها من جديد. وبالنسبه لصاحب الوحده عاوتاني مش غادي نقول لكم الصراحة، يعني ربي كبير الحمد لله، الله يحسن العون، لأن راه خسائر بحال اللي كنشوفوا راه كبيرة بزاف.